الله مساءكم بالرضا والمحبة، نتعرف وياكم على منتج جديد من شركة قصر الأواني، الكل في واحد، قلاية هوائية، فرن مجفف للطعام 3 في 1، فيها 14 وظيفة، شواء وخضروات وذابة الثلج، هذه كل القائمة هذه فيها 14 وظيفة. ولا أنا أول وظيفة اللي نزينها الشواء، وهذه تشوي قدامنا ما شاء الله تبارك الله. هذه وظيفها متعددة، هذه للتحميص القهوة أو القليل البطاط، هذه الأولى. الثانية شوي الدجاج، الدجاج المشوي، وهذه كذلك الاستكان، كذلك البطاط، قليل البطاط، وهذه كل أبوها قطعة معها، في منها للشوي، في شيء منها للبيتزا، وفي شيء منها للتجفيف الخضار، وفي للشوي العادي، الشواية العادية اللي كلنا نعرفها. يا مرحبا بالمشوي، ما شاء الله تبارك الله، مشوي دجاج، وهذه اليد هذه اللي طلع بها الدجاج، دقرة تدقير، بسم الله ونسحب طبقنا. يا الله يا الله.